تتصور مجموعة من الأفكار المادية الإلحادية الجامدة اللي فيها درجة من الميكانيكية وفهم مادي صرف للتاريخ وللوجود وللكون. كمان بفكر في انه الماركسيين دول عندهم بعض المعادلات كده بيفهموا بيها الدنيا، انه الاقتصاد هو اساس كل شيء وان كل شيء اخر هو انعكاس مباشر ليه. ده في الواقع ملوش اي علاقه على الاطلاق بكارل ماركس وبالفلسفه اللي هو طرحها. ده تشويه حصل للماركسيه عبر عقود من حكم ستالين. المدرسه اللي كونها ستالين حوالين الفلسفه كانت فعلا مدرسه ميكانيكيه ماديه جامده، بمعنى انه كان مثلا الناس بتفتكر انه كارل ماركس قسم التاريخ الى خمس مراحل وانماط انتاج واضحه، واحده راحت الثانيه، الشيوعيه البدائيه وبعدين العبوديه وبعدين الاقطاع وبعدين الراسماليه وبعدين هتيجي الاشتراكيه. طبعا لما تسمع حاجه زي كده هتقول ان دي فكره قدريه، فكره حتميه، ان في حتميه للانتقال من نمط انتاج الى نمط انتاج اخر. في الواقع كارل ماركس اتكلم على اكثر من 13 نمط انتاج مختلف موجودين في مختلف انحاء العالم في مختلف المراحل التاريخيه. مش بس كده، ما كانش في اي نوع من الحتميه في تفكيره حوالين الانتقال من نمط انتاج الى نمط انتاج اخر على الاطلاق. كان دايما في احتمال انهيار نمط الانتاج بدون ظهور نمط انتاج جديد. واتكلم بالتفصيل عن فترات في التاريخ كان فيها تراجع مش تقدم. الفكره السائده انه كارل ماركس بيتكلم على حاجه اسمها التقدم، قطر كده ماشي بيتقدم لقدام على طول وماشي بشكل حتمي، انه الاقطاع جاب الراسماليه والراسماليه هتجيب الاشتراكيه وهكذا تكون الامور. طبعا دي كانت رؤيه مناسبه جدا للحكم الاستبدادي لستالين، لانه رؤيه ما فيهاش دور للوعي البشري مناسبه جدا لحاكم مستبد، لانه لو في دور كبير جدا للوعي البشري للدور فاعل للثوار كان ده هيبقى تنازل للطبقه العامله في انها ليها حق انها تتحرك ضده. فكانت رؤيه تكاد تكون اقرب الى دين جامد منها الى فلسفه فيها ديناميه وحركه يعني. بس زي ما كنت بقول انه كارل ماركس نفسه ملوش علاقه بده، وفي تراث من الفلسفه والفكر الماركسي ملوش علاقه بالتراث الستاليني اللي احنا بنتكلم عليه، تراث طوره ناس زي انطونيو جرامشي في ايطاليا، روزا لوكسمبورغ في المانيا، لوكاش الفيلسوف الماركسي المجري، كارل كورش وغيرهم من الفلاسفه اللي طوروا الماركسيه بشكل ما فيهوش الجمود ده، ما فيهوش الميكانيكيه دي، وما فيهوش الماديه الفجه اللي كانت موجوده في الستالينيه. فده اول حاجه المهم احنا ننتبه ليها، انه مش اي كتاب نلاقيه عن الماركسيه نعتبر ان هو بيعبر فعلا عن افكار كارل ماركس، لان في مدرسه شوهت الفكر الماركسي زي ما كل المدارس الفكريه في ناس شوهتها وحولتها لحاجه لنقدها يعني. الحاجه الثانيه انه الناس بتظن برضو انه كارل ماركس جزء من فلسفه التنوير، يعني بمعنى ان هو بينتمي لمدرسه التنوير اللي نشات في الغرب. ودي رؤيه منقوصه، لانه كارل ماركس كان ناقد لمدرسه التنوير، يعني كان بيبني عليها صحيح في بعض من اجزائها، بس كان ظهوره والمدرسه اللي هو طورها مدرسه مناقده وناقده لفلسفه التنوير اللي ظهرت في اوروبا في القرن ال 17. طبعا
القرن ال 17 كان بيتميز بالثوره الصناعيه في بريطانيا، وكان الفكر الفلسفي البريطاني واخد منطقه من الصناعه دي، بمعنى انه منطق علمي ان احنا ممكن ندرس الانسان والطبيعه الانسانيه والطبيعه البشريه ووضع الانسان في الكون بشكل مادي زي العلوم الطبيعيه اللي كانت ظاهره في وقتها. احنا ممكن نبص للانسان زي ما العالم بيبص للذره، زي بشكل في ماديه بتاعه العلوم الطبيعيه اكتر منها اي شيء اخر. ماركس طور افكار كانت من مدرسه اخرى، كانت رد فعل للمدرسه البريطانيه دي. المدرسه البريطانيه دي كان بيمثلها ناس زي لوك وهيوم وغيرهم من الفلاسفه. في المانيا كان حصل رد فعل للرؤيه الماديه الجامده في الفلسفه المثاليه الالمانيه اللي مثلها اساسا واحد اسمه ايمانويل كانت، وطبعا جورج فريدريك هيجل. عايزين نركز على هيجل هنا هوت، لان هو ليه دلاله اكبر على 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 ماركس. طبعا هرجع تاني للانجليز ومنهم ادم سميث المفكر الاقتصادي هو الفيلسوف. نمره واحد، المنهج كان منهج فردي، يعني انه اساس تفسير المجتمع هو ان المجتمع مقسم لافراد، الافراد دول بيتعاونوا مع بعض في السوق، كل واحد بينتج حاجه وبيبادلها في السوق، وانه الصناعه الراسماليه تتطور، وانه ده مصير البشريه، انه اخر نهايه مطاف التاريخ هو النظام الراسمالي ده، فاضل بس ان هو ينتشر في العالم وان ده هتبقى نهايه التاريخ و المجال الافضل لسعاده البشريه. انه الانسان اخيرا قدر يتحكم في الطبيعه بالصناعه، وبالتالي هيقدر يخلق مجتمع من البشر عندهم كل حاجة، عندهم كل أكسجاتهم، من خلال العلم الطبيعي هيقدروا يطوروا من نفسهم أكتر. هيجل اختلف مع الرؤية دي اختلاف شديد، وابتدى يستخدم منطق اللي هو بيسموه المنطق الجدلي. ودي برضو في كلمات كتير تبدو انها صعبة او مش مفهومة، هي ما هياش صعبة ولا مفهومة. جدلي بمعنى تفاعلي، انه الحاجات ما بتحصلش لوحدها، انه اي فعل بيبقى فيه رد فعل، وانه الفعل والرد فعل بيطوروا من بعض. اول نقطة طرحها هيجل هو انه التغيير هو جوهر الحقيقة. لما نبص على البذرة والزرعة، البذرة هي اصل الزرعة، هي نفس الكائن بس اتغيروا، البذرة اصبحت زرعة. فالتغيير ده من البذرة للزرعة ده أساس الوجود، أساس الوجود في العالم الطبيعي وفي العالم البشري. يعني الزرعة بتناقض البذرة لأنها مش البذرة. فالتناقض ده كمان أصبح جزء أساسي من فكر هيجل، إنه التناقض ده هو اللي بيزق الحاجات لقدام. الفكرة الثانية اللي طرحها فكرة الكم والكيف، انه في تغييرات كمية، والمثال البسيط اللي بيستخدم في ده هو المية، انه احنا لو سخنا المية بتفضل تسخن، ده تغيير كمي، لغاية ما توصل درجة حرارة 100 وتتحول الى بخار. البخار هو المية، بس البخار مش مية في نفس الوقت. هنا ده المنطق الجديد، التحول من الكم للكيف. نفس الحاجة في التلج، لو فضلنا سقعنا مية لدرجة حرارة صفر، لغاية درجة حرارة صفر هي مية بس أسعى درجة حرارة مختلفة، بتوصل درجة حرارة صفر بتتغير، بتتحول إلى شيء ما كانتش عليه قبل كده. الإنسان، الطفل، الراجل الكبير اللي عنده 80 سنة هو نفسه الطفل اللي كان عنده سنة، البيبي اللي هو كان عنده سنة هو نفس الشخص، بس هو في نفس الوقت مش نفس الشخص، لأن هو تحول، تغير بقى نقيض الطفل الصغير. فإنه التغيير هي
سنة الحياة، التغيير هي الجوهر، الحاجة الحقيقية انه البذرة عمرها ما تفضل بذرة، والطفل عنده سنة عمره ما يفضل عنده سنة. مفيش سكون في طبيعة الوجود، الوجود طول الوقت بيتغير، وانه التغيير ده هو اللي نقدر نفهم بيه مش بس الكون، اللي نقدر نفهم بيه المجتمع البشري. نقطة مهمة جدا تانية عند هيجل، انه دور الوعي، وهنا ده اختلاف كبير مع الفلاسفة الانجليز اللي ليهم علاقة بالثورة الصناعية، انه الانسان مختلف عن سائر الكائنات التانية بالوعي والقدرة على تغيير الوعي. يعني الفرق ما بين الانسان وباقي الكائنات هو في فكرة الوعي، انه هو واعي بذاته وواعي بالعالم اللي خارجه، عنده خيال، عنده طريقة للتفكير في العالم اللي براه، وطريقة في التفكير في نفسه، وإنه دور الإنسان في فهم العالم هو جزء أساسي من الكون نفسه. بالنسبة لهيجل الكون نفسه، الكون نفسه، فهم الإنسان للكون هي جزء من صيرورة اللي بيسميه الروح المطلق، اللي هو بمعنى آخر الله. يعني الله بيتجسد في عالم بيفضل يتغير ويتحول لغاية ما بيوصل للوعي البشري، فبيرجع لله من جديد. دي كانت رؤية دينية فلسفية عند هيجل. طيب ماركس خد ايه من هيجل وساب ايه من هيجل؟ اول حاجة خدها طبعا المنهج الجدلي، لانه لو التاريخ البشري، لو التغيير هو اساس الوجود، يبقى نمط الانتاج الرأسمالي ما هوش ثابت، مش شرط انه يبقى موجود على طول. زي ما كان فيه انماط قبليه هيبقى فيه انماط بعديه. مفيش اي سبب يقول ان دي نهاية التاريخ، التاريخ ملوش نهاية، ما بيتوقفش عند حاجة. نمرة اتنين، ان التناقض والتغيير اساس فهم العالم، وبالتالي اساس فهم الرأسمالية، وبالتالي ان التناقضات اللي جوه الرأسمالية، التناقض ما بين مثلا العمال والرأسماليين اللي بيمثل الصراع الطبقي، هو اللي بيحرك الامور لقدام، هو اللي بيزق التاريخ لقدام، وهو اللي ممكن نتيجة ليه انه يبقى فيه مجتمع جديد بعد كده. تناقض كمان كمي وكيفي ده، هو انه تناقضات الرأسمالية جزء منها برضو موضوع الكم للكائن، انه الرأسمالية لان فيها تناقضات في اساسها بتوصل لازمات عنيفة. الازمات دي بتعبر عن انه الرأسمالية متناقضة، تناقض ما بين علاقات الانتاج اللي موجودة في المجتمع وقوى الانتاج اللي موجودة في المجتمع. المجتمع لا يمكن يستمر كما هو، لازم يتغير، بيوصل لنقطة معينة، نقطة محددة لازم يتغير، بيوصل لأزمة خانقة لازم يتغير لشيء مختلف. الحاجة الثانية اللي مهمة جدا، انه كارل ماركس طبعا كان بيبني تصوره، انتوا عارفين، على فكرة الطبقة العاملة ودور الطبقة العاملة وأهمية الطبقة العاملة. الطبقة العاملة هي نقيض الرأسمالية، يعني ما ينفعش نتكلم على عامل من غير ما نتكلم على رأسمالي، مفيش حاجة اسمها عامل من غير رأسمالي، ومفيش رأسمالي من غير عامل، هما الاثنين جزء من حاجة واحدة. وده فرق بقى ما بين علم كارل ماركس والعلوم الاجتماعية وعلم السياسة والآخر. العلوم الاجتماعية لما بتفكر في الطبقات بتفكر فيها كل طبقة على حدة، بمعنى ايه؟ انه في طبقة عاملة، تعالوا ندرس الطبقة العاملة، ايه الشرايح اللي فيها، ايه أجورها، حياتها عاملة ازاي ولا اخره، وبعدين ندرس الطبقة الوسطى، وبعدين ندرس الطبقة العليا. ماركس ما بيعملش التقسيمة دي للمجتمع، الموضوع بالنسبة له مش موضوع شرايح بنفهمه شريحة شريحة، من أعلى شريحة لأوطى شريحة. وهنا برضو فكرة واخدها من هيجل، هي فكرة الكلية، إن كل الأشياء مرتبطة ببعض، مفيش حاجة منفصلة عن الباقي. الرأسمالي موجود لأنه فيه عمال، العمال موجودين لأنه فيه رأسمالي، ودي نقطة مهمة جدا في فهم الرأسمالية.
ونقطه مهمه جدا في المنهج الماركسي، لانه من الافضل ان احنا نتكلم عن المنهج الماركسي عن من الفلسفه الماركسيه، لانه ماركس بينتقد الفلاسفه. يعني ليه تعبير شهير بيقول انه الفلاسفه فسروا العالم تفسيرات مختلفه، انما المهم هو تغييره، انه تغيير العالم هو هدفنا مش بس فهمه من بعد. الفلاسفه بيفهموا بيحاولوا يفهموا العالم، يطلعوا نظريات حوالين العالم، الانسان، الوجود، الله، الارض، بيحاولوا يفهموا الاخلاق الاخر، بس بشكل منفصل عن الفعل. الماركسيه ما فيهاش الانفصال ده ما بين الفهم والفعل، الفهم والفعل جزئين من نفس الحاجة. ودي نقطة مهمة جدا عند ماركس. طيب طبعا من القضايا الفلسفية الكبيرة جدا اللي هي من أول أرسطو لغاية النهاردة هي طبيعة البشر. إيه هي طبيعة البشر؟ هل البشر ليهم طبيعة معينة ثابتة؟ طبعا لما بنسمع الكلام اللي بيتقال، كلام في الكلام البديهي اللي في الشارع اللي بيتقال، الانسان اناني، الانسان طبعه انه كل الحاجات السيئه اللي ممكن نتخيلها، الانسان اناني، الانسان كذا، الانسان كذا، ولازم يقوى لانه طبيعته، الطبيعه البشريه طبيعه غريزيه سيئه، انت لو سبته في حاله كده اهوت هيأذي الاخر، فلازم يقوم، يقوم بالقانون، يقوم بالدين، يقوم باي حاجه لازم يقوم. كارل ماركس كان فكرته انه مفيش طبيعه بشريه مطلقه، انه عشان نفهم البشر بيتصرفوا ازاي لازم نفهم البيئه اللي هم فيها، لازم نفهم اللحظه التاريخيه اللي هم فيها، لازم نفهم هم جايين منين ورايحين فين، لازم نفهم وضعهم في العالم اللي هم فيه. بمعنى انه الاخلاق في القريه في وقت الاقطاع غير الاخلاق في المدينه في وقت الراسماليه، غير الاخلاق في المدينه في وقت الاشتراكيه لما تيجي الاشتراكيه. ليه؟ لانه الظرف اللي الانسان فيه بيتحول تحول تام، وبالتالي البيئه اللي بينشا فيها بتبقى مختلفه. على سبيل المثال في موضوع طبيعه البشر، البشر اللي احنا عارفينه علميا لغايه دلوقتي ان هم بقى لهم حوالي ربع مليون سنه على الكره الارضيه، موجودين عايشين على الكره الارضيه، يعني بقايا اللي لقوها لعظام، عظام مماثله تماما لينا، يعني نفس الجمجمه ونفس وبالتالي نفس حجم المخ ونفس التركيبه، حوالي 250 الف سنه. لغايه من 10,000 سنه، يعني طول الفتره دي لغايه من 10,000 سنه كان البشر بيعيشوا في مجموعات ما بين 40 و100 بني ادم، بيتحركوا من مكان لمكان، بيصطادوا وبيجمعوا الثمار. ما كانش فيه ملكيه خاصه، ما كانش فيه اي تمييز ما بين الرجل والمراه، كان ليهم نفس ما كانش فيه اي نوع من الاستبداد، كانت القرارات كلها بتتاخد بشكل جماعي، الناس بتقعد وتقرر هتعمل ايه. طبعا كان الانتاج بالمشاركه لانه بديهي ان هو الناس بتجمع ثمار وبتصطاد. ونقطه يمكن انا قلتها المره اللي فاتت في انه الفكره انه الرجال كانوا احسن من النساء لان هم اللي كانوا بيصطادوا، دي فكره ملهاش اي اساس من الواقع، لانه الاسنان اللي لقوها، بقايا الاسنان اللي لقوها المتحجره اللي لقوها بتقول انهم كانوا بياكلوا لحمه قليل جدا، تقريبا ما كانوش بياكلوا لحمه خالص، فانه الدور الاساسي للرجال اللي هو الصيد كان دور فاشل في اغلبه، يعني اغلب المرات اللي كانوا بيروحوا يصطادوا فيها كانوا بيرجعوا ايدهم او متاكله. فانه الغذاء الاساسي كان الثمار، والمنتج الاساسي للثمار كان النساء. فالتصور انه النساء كانوا قاعدين بالعيال مستنيين الرجاله اللي جايبين الاكل، ده تصور مش صحيح، ملوش اساس في واقع اكتر من 200,000 سنه من تطور البشريه. فلو في حاجه اسمها طبيعه انسانيه، هناخد طول الفتره دي من تطور التاريخ البشري، ولا هناخد فتره ال 10,000 سنه الاخيره اللي اتطور فيها المجتمع الطبقي، اللي اتطور فيها الدوله، اللي اتطور فيها القمع والقهر، اللي اتطور فيها الملكيه الخاصه، اللي اتطور فيها اضطهاد النساء، اللي اتطور فيها فصل النساء عن الانتاج، هناخد انهي فتره لو اتكلم على الطبيعه البشريه. فبالنسبه لماركس اي ظاهره
أخلاقية أو لو بنتكلم عن الطبيعة البشرية، لازم نعمل حاجتين، لازم نحطها في وضعها الاجتماعي، احنا بنتكلم على مين في أنهي مجتمع ووضعه إيه في المجتمع ده، ولازم نحطها في تطورها التاريخي عشان نفهمها بجد. فمفيش طبيعة بشرية ثابتة، مفيش طبيعة بشرية شريرة ولا طبيعة بشرية ملائكية، مفيش حاجة اسمها كده. الوضع الاجتماعي والوضع التاريخي واللحظة التاريخية هي اللي بتحدد المسألة دي. الحاجتين اللي ممكن وماركس اعتبر انه ممكن نميز فيهم البشر ودول ما بيتغيروش عبر التاريخ، يعني الحاجتين الوحيد اللي هو لاحظهم بيتغيروش عبر التاريخ، نمرة واحد انه وجودهم معتمد على العمل، انه بدون ما هم يشتغلوا على الطبيعة مش هيقدروا يعيشوا، انه الحاجة الاساسية اللي بتميز الانسان هو انه بيشتغل. معنى ايه بيشتغل؟ انه هو بيشتغل على الطبيعة، يعني معنى بياخد حجر وبيحول الحجر ده لسكين، بيعمل تحويل للطبيعة. دي طبعا ما تغيرش لغاية دلوقتي، الصناعة بتعمل بالظبط كده، بتاخد مادة خام من الطبيعة وبتغيرها لحاجات للاستهلاك. الطبيعة البشرية ده اساسي فيها. الحاجة التانية انه العمل ده عمل جماعي، انه الانسان لا يمكن انه يعيش كفرد. في كائنات كتير قوي بتعيش بشكل فردي، الانسان لازم يعيش بشكل جماعي، ما يقدرش يستمر، ما يقدرش يعيش غير بشكل جماعي. فالجماعية والعمل بالنسبة لماركس هما اللي ممكن نقول ان هما ثابتين في تاريخ البشر، بس بيتغيروا طبعا، طبعهم بيتغير طول الوقت مع التطور التاريخي. عايز اقول حاجة بس على موضوع العمل واهميته ومعناه، لانه ليه علاقة بالوعي كمان. انه الانسان، الفرق ما بين الانسان، يعني ممكن تفكروا في الفن او الفنانين، او اللي بيمسك شجرة ويقطع خشبة منها ويحولها الى رقص بشرية، هو عمل ايه؟ هو انسن الطبيعة، هو حول الطبيعة لحاجة انسانية، لحاجة يفهمها، لحاجة ليها علاقة بيه. وعشان يعمل كده لازم يبقى عنده خيال في صورة الرأس دي قبل ما يبتدي يشتغل عليها، يعني عنده في خياله رؤية للعمل اللي هيعمله عشان يحول الشجرة دي للتمثال ده. ودي نقطة مهمة جدا، لأنه ناس كتير بتتكلم عن إنه النحل مثلا بيخلق خلايا نحل كبيرة جدا معقدة جدا وتبدو كأنها عمل منظم لخلق حاجة، بس النحل بيعمل ده بشكل غرائزي، بشكل هو مش مدرك فيه، مش واعي بيه، ما بيحطش النحل، ما بيحطوش خطة الأول وبعدين ينفذوه، هو بيتصرف كده لأنه جيناته بتحركه إنه يتصرف كده. الإنسان لا، الإنسان بيتخيل الحاجة قبل ما يعملها، ده دور الوعي في العمل البشري. عشان كده في علاقة ما بين العمل والفن، عشان كده العمل لما ماركس بيقول العمل هو جوهر الإنسان، هو قصده بيه بالمنطق ده، منطق إنه عشان الإنسان يتحقق بمعنى ما لازم يبقى فنان، يعني بمعنى ما لازم بيتفاعل مع الطبيعة بشكل خلاق. الخلق هنا بمعنى إن هو تحويل الطبيعة لشيء إنساني. ولما نفكر فيها في ثلاث نشاطات ليهم الطبع ده في المجتمع. العمل على افتراض، وهنيجي ليه العمل بيبطل يبقى كده بعد شوية، بس العمل، الفن، العلم والثورة. الثورة هي نوع من تغيير الطبيعة البشرية، تغيير الوعي البشري. الثورة يعني في قطاعات مجتمع بتغير الوعي البشري وبالتالي بتغير مسار التاريخ. ففي هنا حتى علاقة مع الفلسفة الماركسية بشكل عام. برضو فكرة أنسنة العالم.
طبعا في كل مرحله تاريخيه بنتكلم على انماط انتاج مختلفه، وطبعا مش لازم نختزل انماط الانتاج دي، بس في انماط انتاج وانه في علاقه ما بين نمط الانتاج اللي الناس عايشه فيه والافكار اللي سايده في المجتمع. المجتمع الاقطاعي كان فيه صاحب الارض الاقطاعي الكبير، وفي القن الفلاح اللي مربوط بالارض، واللي صاحب الارض يسرق منه جزء من عمله وياخده ليه كفائض. وكانت الكنيسه الكاثوليكيه هي مصدر الافكار، هي مصدر الرؤيه للعالم، انه الملك هو ممثل الاله على الارض، فبالتالي لازم نسمع كلام. يعني مباني مثلا زي الاهرامات اتبنت عشان تدي الانطباع ده، عشان تدي انطباع ان الفرعون اللي هو اكبر مالك ارض في مصر وقتها حاجه تعبد، حاجه لازم نبص لها بخوف وبرهبه، والا هيفسر يعني، والا كان تمرد الفلاح طول الوقت على محاوله سرقته. دايما يبقى لازم في افكار بتبرر، فطول الوقت في افكار بتبرر الوجود الاجتماعي اللي احنا فيه، وفي افكار بتتمرد على الوجود الاجتماعي اللي احنا فيه، لانه في صراع طبقي، ولانه في الانسان بالذات ليه وعي. هيبقى في حد قاعد وقت الفراعنه دهوت بيفكر دول بينصبوا علينا، دي نصبه كبيره، الملك ده لا اله ولا حاجه، ومخلينا نشتغل زي الحمير عشان نبني له المبنى الرهيب ده، وانا مش لاعب، مش بس انا مش لاعب، انا هروح اكلم كل الناس اللي بيشتغلوا على الموضوع دوت ونتفق مع بعض عشان نعمل اضراب، احنا مش هنشتغل ببلاش تاني. كان في ناس من النوعيه دي، ودي طريقه في التفكير، طريقه فلسفه مختلفه، رؤيه مختلفه للعالم. الرأسماليه بتعمل حاجه نقله نوعيه في كل الحاجات دي. اولا الرأسماليه بتعمل طفره في الانتاج، يعني اولا اغلب الناس مثلا في الرأسماليه بتعيش في المدن، المدينه الحديثه نتاج للتطور الرأسمالي، واكيد الوعي والافكار اللي في القريه غير الوعي والافكار اللي في المدينه، لانه الحياه بتتغير، ولانه الافكار بتتغير مع تغيير الحياه. مشكله في البلدان زي مصر انه التحول عمره ما بيبقى كامل، مثلا نتكلم على بلد زي المانيا ما فيهاش غير ما فيهاش فلاحين، ما فيهاش فيها فلاحين، كله مميكن والناس كلها ساكنه في المدن عبر مرحله تاريخيه طويله، طبعا مش ما حصلش ده بسرعه. في مصر التطور بيبقى متناقض اكتر من كده، فبنلاقي مناطق كامله من المدينه لا هي ريف ولا هي مدينه. بنلاقي ناس كتيره جدا بتيجي للمدينه لا هي بتستوعب في المدينه بافكار المدينه والوعي الحديث للمدينه، ولا هي تقدر ترجع للريف اللي هي جايه منه. وده اللي بقى مثلا بيعمل لخبطه جامده جدا في تفكير الناس عن المراه ودورها. لانه في وعي الشخص اللي زي ده المراه مش مفروض تبقى موجوده في المساحات العامه. مش مفروض المساحات العامه دي للرجال فقط. فبيستفزوا جدا وجود المراه في الحياه العامه. هو مش عايزها في الجامعه، مش عايزها في الميدان، مش عايزها في المواصلات، مش عايزها في المجال اللي هو بيعتبره حكر ليه. الفكره دي جايه منين؟ جايه من ان هو جاي من الريف. اللي فيه الافكار دي، اللي بيروح يقعدوا على القهوه في الريف عمرهم ما بيبقى فيه ستات، بيروحوا الرجاله يقعدوا. الفكره دي مهمه جدا، والخليط الريفي المديني ده انا في رايي هو الاساس الاجتماعي للسلفيين على سبيل المثال، والتفسير المنطقي لعدائهم الشديد للمراه. يعني عدائهم الشديد للمراه ملوش علاقه بالافكار الدينيه يستخدموها او بالنصوص اللي بيرجعوا لها. تفسير ليه تفسيرهم عنيف كده اتجاه النصوص اللي ليها علاقه بالمراه؟ لان هو دي ليها علاقه بوضعه الاجتماعي. وهنا في فكره مهمه جدا، انه الافكار الفلسفه الرؤيه للعالم ليها علاقه ب انت من انهي طبقه، انت في انهي مجال، انت الصراع اللي انت فيه ايه نوع. لازم نبص على التاريخ، ولازم نبص على المجتمع،
ولازم نبص على الصراع الطبقي عشان نفهم الافكار. الافكار مفيش افكار مجرده كده في المطلق، مفيش افكار مطلقه، مفيش افكار مطلقه، حتى الافكار الدينيه ما هياش مطلقه لانها لازم الانسان يفسرها، لانه لازم الانسان يفسرها على مجتمع حي، فلا يمكن انها تبقى مطلقه. وده بالمناسبه بالنسبه للي بيؤمن او ما بيؤمنش ملاش علاقه، لانه في النهايه احنا ما عندناش غير عقلنا ووعينا عشان نفسر لنقل النصوص الدينيه. تفسيرنا للنصوص الدينيه مش مطلق، تفسيرنا للنصوص الدينيه نسبي، عشان كده في اختلافات، والا ما كانش هيبقى فيه اختلافات. المعارك الفكريه الكبيره جدا اللي حصلت في التاريخ العربي الاسلامي ليها علاقه كبيره جدا بتفسيرات مختلفه مرتبطه بمواقع اجتماعيه مختلفه. المعارك اللي ما بين السنه والشيعه، المعارك اللي داخل الشيعه واطرافها، الخوارج، القرامطه، كل الحركات المختلفه دي، كلهم استخدموا الدين، بس كلهم استخدموا الدين بتفسيرات مختلفه، لانها كانت تفسيرات مرتبطه ب موقع طبقي مختلف. لما استقرت على سبيل المثال الارستقراطية الأموية، لما ابتدى يبقى فيه لأول مرة ملكية في الإسلام، بمعنى أن الحكم بقى بيورث، دي كان ليها علاقة بأنه دول تحولوا من جذورهم إلى ملاك أرض كبار في سوريا بالذات، فتتطبعوا بطبائع النوع ده من الطبقات الحاكمة. وكتير جدا من الحركات الدينية اللي خرجت ضدهم، ضد الأمويين، كان ليها الطابع الاجتماعي ده. فتفسير مثلا المتمرد على بني أمية للقرآن غير تفسير طبعا فقهاء السلطان لنفس النصوص، لأنه في صراع طبقي هنا، والصراع الطبقي ده بياخد، وده نفس الوضع لغايه دلوقتي، لغايه الخناقات حوالين الشريعه وتطبيقها النهارده. بمعنى انه الفقير اللي شايف انه تطبيق الشريعه هيجيب العداله الاجتماعيه بيفكر في الشريعه الاسلاميه على انها مثلا الحدود هتطبق على الاغنياء اللي نهبوا البلد وفقرونا، هم دول الحراميه اللي تستعيدهم. الغني اللي بيفكر في النصوص الحدود مثلا بيقول لا، اللي تتمد ايده على الملكيه الخاصه هي اللي تتقطع ايده، ده الحرامي اللي تتقطع ايده. فهنا لا يمكن، يعني لا يمكن طول ما في صراع طبقي، طول ما في طبقات مختلفه في المجتمع، متناقضه في المجتمع، انه يبقى في رؤيه واحده وتفسير واحد لايا كان الـ النص. طيب، احنا قلنا انه الفلسفه المعرفيه تختلف عن الفلسفات الاخرى في فكره انها مرتبطه بالممارسه. مفيش فصل ما بين الفهم والممارسه، وانت بقى المثقف ولا الداعيه ولا ايا كان بيسمي نفسه هيروح يثقف الناس ويطلعهم من جهلهم ويطلعهم من حالهم، كان نوع من العمل الخيري كده، هنبشر ما بين الناس عشان ماركس ليه رؤية تانية لإزاي الوعي الطبقي بيتطور. الرؤية دي بسيطة، الرأسمالية بتخلق الصراع الطبقي، لأنه تو ما في رأسمالية، الرأسمالية دي بتستغل العمال، العمال لأنهم بشر واعيين بيبتدوا ينظموا نفسهم ضد الرأسمالي، يجي يطرد ناس من المصنع، فالعمال كلهم يقفوا مع بعض يقولوا لا مش هتطرد الناس دي من المصنع، يجي يقلل الأجور، فيبتدي يحصل نضال، نضال جماعي بضرورته طبعا ضد الرأسمالي، ضد الرأسمالي ده. وعي العمال ورؤيتهم للعالم بتتغير طول ما هم بيدخلوا في النضال ده، يعني الصراع نفسه بيثقف العامل، بيخليه يشوف الدنيا ازاي. اديكم مثال، دور الدولة عموما في وعي الشخص العادي اللي ماشي في الشارع انه الدولة دي حاجة محايدة، الدولة فوق المجتمع، احنا عايزين دولة كويسة مش فاسدة نظيفة تعدل ما بين الناس،
الدولة مش كده طبعا. الدولة لما تتدخل في مثلا اضراب عمال هتروح مثلا تقف مع العمال وتقبض على الرأسمالي وتديهم المصنع؟ اكيد لا، هتروح عشان تحمي الرأسمالي وتضرب العمال. لما العمال بيدخلوا في الخبرة دي ويكتشفوا انه الجيش مش ناصرهم، انه الشرطة مش واقفة معاهم، انه القوة دي قوة بتحمي الرأسمالي، دايما بيجوا يحموا الرأسمالي، دايما بيجوا يحموا الملكية الخاصة، دايما بيجوا يحموا الأغنياء والأقوياء ضد الفقراء. فبيبتدي وعيه يتطور من غير ما واحد مثقف ماركسي يجي يحكي له نظرية الدولة ولا أي حاجة، يفهم إنه الدولة دي بتاعة الرأسماليين. وهكذا بقى في كل النظريات. هديكم مثال تاني. الفكر العام في مصر أو الثقافة العامة فيها لدرجة كبيرة دونية للمرأة، إن المرأة أقل من الرجل. لما بيكتشف العامل اللي في المصنع، لأنه العمال فيهم ستات وفيهم رجالة، لما بيكتشف العامل ان هو مش ممكن ينتصر في اضرابه غير لما تتحد الستات والرجاله، رؤيته للمراه بتبتدي تتغير. ما ينفعش يبقى بيفكر فيها بنفس الطريقه اللي كان بيفكر فيها قبل كده. دي وقفت معاه في الاضراب، ده من غيرها ما كانش نجاح الاضراب. وعاده على فكره النساء في المصانع بيبقوا اكثر راديكاليه من الرجال حتى في الاضرابات. التاريخ الحديث للاضرابات المصريه ده واضح. فبيبطل يشوفها بشكل دوني. طيب مسيحيين ومسلمين، مسيحيين برضو في عند كتير من المسلمين رؤيه دونيه او على الاقل ايه يعني ايه خليهم بعيد عننا يعني. والمسيحيين برضو ما ينصفوش قوي في المسلمين. لما بيحصل حركه عماليه، حركه اجتماعيه زي دي، بيكتشفوا انهم لازم يقفوا مع بعض، وبيكتشف انه المسيحي زيه زيه محتاج اكل زياده، وان المسيحي ده زيه زيه محتاج نفس الحاجات اللي هو محتاجها. فيبتدي يفكر في انه والله طب ما فيش فرق، ما هو بيصلي هنا انا بصلي هنا، ايه الفرق يعني؟ فرق ايه؟ يبتدي يفكر. ودي كلها افكار ديمقراطيه، افكار حوالين المساواه بين البشر، افكار حوالين دور الدوله في التاريخ، بيكتشفها العامل في النضال. طيب يبقى ايه لازمه بقى المثقف السوي؟ ما هو احنا مش عايزين نوصل لانه خلاص يعني الطبقه العامله هتكتشف من خلال الوعي. الوعي الطبقه العامله ما يتعلقش بعمال في مكان محدد. بمعنى ايه؟ انه تاريخ نضال الطبقه العامله ده تاريخ عالمي. نضالات واضرابات وثورات حصلت في مختلف انحاء العالم في طبقه عامله عالميه. التاريخ ده مش عند العامل اللي قاعد في مصر. لازم يوصل له كل الخبرات ديت عشان يستفيد منها في اللي هو بيعمله، عشان الاخطاء اللي قبليه عملوها ما يقعش هو فيه. ده حاجه. الحاجه الثانيه لازم يبقى فيه تنظيم. في اضراب مثلا في مصنع نسيج، في اضراب في مصنع اسمنت في حته ثانيه في مدينه ثانيه، في اضراب في السويس، في اضراب في كذا، في اضراب في كذا. في اهميه لربط وتوحيد كل القوى العماليه ديت في تنظيم واحد. الحاجة الثالثة انه الحركة العمالية مش كلها متجانسة، يعني وعي مش كله متجانس. بمعنى انه في مناطق فيها يعني قارنوا في الثورة المصرية مثلا الصعيد بالمدن الكبيرة اللي في الشمال. فرق شاسع، الصعيد ما شاركش في الثورة. يا دوبك دلوقتي نبتدي يدخل في العملية الثورية. في حين ان مدن زي القاهرة واسكندرية وبورسعيد من اول والسويس من اول لحظة الجماهير كلها نزلت. ليه؟ لانه دي مراكز الطبقه العامله، دي المراكز اللي الجماهير فيها متجمعه، عايشين في مدن، وعيهم اعلى، احساسهم بقدراتهم وثقتهم في نفسهم اعلى عن اللي عايشين في القرى واللي عايشين في المناطق الاقل تطورا. وعشان كده السلفيين اقوى في المناطق دي عن قلب المدن. عشان كده السلفيين وغيرهم يقدروا يستفيدوا من الفتنه الطائفيه والكلام عن المراه والى اخره. يعني هم التحرش بالنساء في بلاد التحرير كان الغرض منه مش التحرش بس بالنساء دول، كان الغرض منه الفكره عشان يطلع المرشد بتاع الاخوان المسلمين يقول انه دول بيعملوا في بعض كذا ودول بيعملوا في بعض، يخلق حاله انه الثوريين دول غير اخلاقيين من وقت مبارك للمرسي بتاع دول بلطجيه وغير اخلاقيين وبياخدوا مخدرات وبيتحرشوا في بعض. ولا اخ طلع المرشد فعلا قال كده انه
المتحرشين من الناس اللي في المظاهرات نفسها. هو بيكلم مين؟ هو بيكلم جمهور ابعد. هو بيكلم جمهور يخوفه من عمليه الثوره دي كلها ويقرفه منها، يحسسه انه دي حاجه مش بتاعته. لانه في تناقضات دي في وعي الجماهير، ولانه احنا محتاجين نكسب كل الجماهير الفقيره عشان نحقق الثوره، ضروري يبقى في تنظيم بيلعب فيه المثقفين الثوريين دور مهم لربط النضالات دي ببعض، لشد القطاعات الاقل وعيا لقدام. الحاجه الخامسه انه احنا محتاجين مش بس العمال، العمال لوحدهم مش هيعملوا ثوره. بدون دور للنساء، بدون دور للاقباط، بدون دور لكل القطاعات المضطهده في المجتمع، النوبيين، السيناويين وغيرهم من القطاعات المضطهده في المجتمع، لا يمكن نجاح الثوره. عشان كده حد زي لينين بيتكلم عن الحزب الثوري على انه منبر المضطهدين، منبر المستضعفين، منبر لكل المجتمع الراسمالي بيقهرهم، سواء قهر مباشر في المصنع بالنسبة للعامل، أو قهر بأشكال متعددة لقطاعات مختلفة. وبكده نفهم ليه الثورة المضادة دايما بتستخدم الأساليب اللي بتستخدمها، ليه الفتنة الطائفية مهمة جدا للثورة المضادة، ليه موضوع المرأة ومحاولة حذفها بره سياق الثورة مهم جدا بالنسبة للثورة المضادة. في نقطة أنا طبعاً أنا بختصر قد ما أقدر يعني، بس أولاً فكرة الفيلسوف المثقف برضو فكرة مش موجودة عند الماركسيين. كل إنسان مثقف، كل إنسان ليه؟ لأن كل إنسان عنده رؤية للعالم، مفيش بني آدم ماشي في الشارع كده ما عندوش تصور ما للعالم اللي هو عايش فيه. التصور ده بيبقى مزيج من حاجات مختلفة، بمزيج من تراث عادة ديني، مزيج من الحياة اليومية اللي بيعيشها، مزيج من تأثير أفكار الطبقة الحاكمة عليه. ليه تأثير الطبقة الحاكمة عليه بيبقى جامد؟ لأنه كل أدوات الدعاية والإعلام في إيد الطبقة الحاكمة. كل الفضائيات وكل الحاجات دي ملك رأسماليين كبار، فبالتالي بيقدروا يأثروا على الناس. بس لأني أنا قلت انه العمال بيكتشفوا وعي جديد من خلال النضال اللي هم بيعملوه كل يوم، فبيبقى فيه طول الوقت يعني كانه العامل بيبقى وعيه متناقض. من ناحيه في الافكار الموروثه الرجعيه المتخلفه من ناحيه، والافكار الراسماليه اللي بتردد طول الوقت طول الوقت في التلفزيون وبتاع، من ناحيه ثانيه هو موجود في مصنع مع عمال ثانيين بيناضلوا بيتحركوا فطول الوقت في صراع بين ده وبين ده. ودور الاحزاب الثوريه انها ترجح كفه الوعي النضالي ده على كفه الموروث. دي نقطه برضو مهمه لازم نتكلم فيها، الغايه والوسيله. يعني دايما بيتقال على الماركسيين انهم اهم حاجه عندهم الغايه، ومستعدين يستخدموا اي وسيله بما فيها العنف عشان يوصلوا للغايه بتاعتهم. الغايه بتاعتهم هي حكم الطبقه العامله، هي نهايه المجتمع الطبقي كما نعرفه، ان هم مستعدين يستخدموا اي وسائل. وطبعا الاسلاميين بيقولوا ايه؟ الاسلاميين بيقولوا ده لانهم ما عندهمش مرجعيه اخلاقيه. ليس لديهم مرجعيه اخلاقيه. انا فاكر واحد اخوان جه وضعه سيء اليومين دول، كان كانه يعني يقول لي بس انتوا ما عندكوش مرجعيه اخلاقيه، كانه بيحقد عليا. وكان يعني يا سلام لو ما فيش كانوا ممكن اعمل حاجات كتير قوي والله. ده لا يمت برضه بالماركسيه. الاخلاق الاشتراكيه مبنيه على رفض اي شكل من الاستغلال او الاضطهاد ما بين البشر. وفي تقديري دي حاجه ارقى بكتير جدا من ناس شايفين ان المراه اقل من الراجل، ناس شايفين ان المسيحي اقل من المسلم، ناس بيقسموا المجتمع مليون قسمه لا اساس لها من الصحة. موضوع الوسائل والغايات. الوسائل بتاعت الماركسيين، فكروا فيه كده، الوسائل بتاعت الماركسيين
هي كل ما يزيد من ثقة الطبقة العاملة والمضطهدين في نفسهم، كل ما يحسسهم بقدرتهم الجماعية على تغيير العالم، كل ما يحفز انه فكرة انه الرجل زي المرأة، انه المسيحي زي المسلم، كل ما يجمع الطبقة العاملة ضد اعدائها. وبالتالي مفيش انفصال ما بين الوسيلة والغاية هنا، لانه الغاية هي ثورة بيقوم بيها الجماهير لتحرير نفسهم، ثورة ناجحة يعني. فبالتالي الوسائل المستخدمة للوصول للغاية دي وسائل شديدة الأخلاقية. طيب يجي نقطة العنف، وانا هني في حتة العنف دلوقتي. هل العبد المتسلسل دهوت لما يكسر السلاسل ويقتل السيد بتاعه عشان ينال حريته، زي السيد لما يقتل العبد من كتر الشغل، هل ينفع نقول الحاجتين دول زي بعض؟ هل الثوار في ميدان التحرير اللي حموا ميدان التحرير من دخول البلطجيه حموها ازاي؟ بالورد وبالقبولات؟ لا، حموا ميدان التحرير بالمولوتوف وبالحجره. هل العنف ده زي عنف امن الدوله وعنف الجيش؟ ما ينفعش نساوي ما بين العنف. عشان كده الناس اللي راحت مضت على وثيقه نبذ العنف دي ناس اجرمت في حق الثوره المصريه، لانها ساوت ما بين الاثنين. هل عمال بيدافعوا عن مصنع في اقتحام، مثلا الجيش هيقتحم مصنع والعمال ماسكين عصيان وبيحموا المصنع بتاعهم، بيستخدموا العنف في حمايه مصنع من اقتحام العسكر، زي استخدام العسكر للبنادق في قتل العمال؟ احنا ما عندناش النقطه دي، وبالتالي احنا مش ضد العنف في المطلق، لانه ما فيش حاجه اسمها ضد العنف في المطلق. العنف الفردي زي ما شفنا في الفتره الاخيره ملوش اي معنى، يعني اللي لما مولوتوف وحرق شجره جوه الاتحاديه ملوش اي معنى، عملت ايه يعني؟ ما عملتش حاجه. بس عنف الجماهير في حمايه نفسهم وفي الدفاع عن نفسهم وفي الدفاع عن ثورتهم، لا طبعا احنا معاه ولا لا ما بنتبذلوش، بالعكس احنا مع تنظيمه ومع تحسين ادائه في الانتفاضات القادمه من الثوره المصريه كده يعني. اذا ممكن اخر نقطه هقولها، انه في فرق ما بين حاجتين. لو التاريخ كان زي ما السلانيين بيقولوا قطر وماشي على طول، يبقى مفيش داعي ان احنا نتدخل على الاطلاق، احنا نقعد في بيوتنا والتاريخ هياخدنا مطرح ما هياخدنا، مفيش مشكله. بس لو العكس صحيح برضه يبقى في مشكله. لو احنا ممكن نعمل مجتمع اشتراكي او مجتمع ديمقراطي بدون النظر للشروط الموضوعيه اللي قدامنا، يبقى برضه في مشكله، ودي بيسموها الاراديويه، ان احنا طب احنا هنقرر بقى احنا هنغير المجتمع. في سبب ليه الثورة المصرية قامت في الوقت اللي هي قامت فيه، في اللحظة اللي هي قامت فيها. وعشان كده فهم المجتمع الرأسمالي، فهم تطوره، فهم أزماته، فهم اللحظة اللي هو فيه مهم جدا بالنسبة للماركسيين، مهم جدا بالنسبة لتحديد امتى ممكن تقوم الثورة وازاي ممكن تتطور وازاي ممكن تنتصر. شكرا.